بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أنا اليوم وأنا أتأمل هذه الأمواج الرائعة أحببت أن أخاطب علماء التطور. وكل ملحد يعتقد أن نظرية التطور صحيحة، يقولون إن الحياة نشأت في البحار، في أعماق البحار. طيب، أنا أود أن أتساءل، الخلية الأولى كيف نشأت؟ الخلية الأولى أيها الأحبة نشأت قبل 3500 مليون سنة. كم؟ 3.5 بليون سنة تقريبا. هذه الخلايا الزرقاء الجميلة التي هي أول ما نشأ من الحياة، طبعا هذا الكلام صحيح، نحن نؤكده، ولكن كيف نشأت هذه المدينة الصناعية الفائقة التعقيد التي تسمى الخلية الأولى؟ هل تعلمون أن الخلية التي أن كل خلية، ليست الخلية الأولى فقط، لأننا بالنتيجة أجسامنا تتكون من خلايا، الأسماك تتكون من خلايا، الحشرات، النباتات، كل كائن حي يتكون من خلايا بالنتيجة. يعني الخلية أحبتي في الله، يقول العلماء، هي مدينة صناعية معقدة جدا، فيها كل أنواع التكنولوجيا المتطورة لإنتاج البروتين ولإنتاج مدن صناعية أخرى. يعني تخيلوا معي فقط عظمة هذه الخلية التي يقولون إنها نشأت هكذا بالمصادفة، عبارة عن أمواج وحرارة الشمس وتراب ونشأت هذه الخلية. أيها الأحبة، إذا دخلنا لداخلها هناك عمليات معقدة بنتيجتها يحدث ما يسمى بالانقسام الخلوي. يعني هذه الخلية تصنع خلية جديدة، تصنع خلية جديدة. يعني هذه المدينة الصناعية تنتج مدن صناعية أخرى. طيب، هل الإنسان استطاع أن يصمم أو يخترع مصنع، هذا المصنع ينتج مصانع أخرى؟ هذا لا يمكن. نحن البشر عندما نريد أن ننتج مادة معينة يجب أن يكون لدينا مواد خام، ولدينا أجهزة وآلات وبرامج وعمال ومهندسين وإلى آخره، يعني حتى تتمكن من إنتاج، يعني مثلا هذا الموبايل تحتاج إلى آلاف العمال وآلاف العلماء والمهندسين واختراعات وشيء كثير. طيب، هذه الخلية التي هي أعقد بمليار مرة من هذا الموبايل وأعقد من كل شيء اخترعه الإنسان حتى الآن، على فكرة، يعني الخلية أحبتي في الله أعقد من كل الاختراعات التي اخترعتها البشرية حتى الآن. يعني لو جمعنا كل الاختراعات التي اخترعها الإنسان، من الكمبيوتر إلى الصواريخ التي تغزو الفضاء، إلى الكهرباء، إلى التكنولوجيا الرقمية، إلى الإنترنت، إلى كل شيء، وضعناها في كفة ووضعنا الخلية الأولى هذه التي نشأت قبل 3.5 مليار سنة وضعناها في كفة، نرى أن هذه الخلية أعقد وأكثر إبداعاً ومصممة بطريقة أروع بكثير، لأن كفاءة العمل في الخلية 100%. الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كفاءة 100%. الخلية هذه تأخذ أشعة الشمس، تأخذ الماء، تأخذ بعض العناصر الموجودة أصلا في الطبيعة، وتقوم بصناعة خلية جديدة وتتكاثر وتنتج تريليونات الخلايا خلال أيام. طيب، هذه التكنولوجيا المعقدة، أنا أريد فقط أن تقنعني أنها نتجت بالمصادفة. يا أخي، تركيب البروتين لوحده فقط، هذا التركيب المعجز، لا يمكن أن ينشأ بالمصادفة. لو أن الطبيعة بدأت الآن، أو بدأت، طبعا عمر الأرض 4.6 مليار سنة، عمر الأرض، لو أن الطبيعة بدأت منذ أن خلقت الأرض قبل 4.6 مليار سنة
وبدأت المحاولات لصناعة بروتين واحد بالمصادفة حسب نظرية الاحتمالات. سنحتاج إلى تريليونات السنوات، تريليوناتها، ولا ينتج هذا البروتين. فكيف قامت الطبيعة بصناعة هذه الخلية بشكل مفاجئ وصممتها بهذا الشكل الإبداعي؟ إذن الخلية الأولى التي نشأت في البحر هذا صحيح، ونشأت قبل 3.5 مليار سنة هذا صحيح، ولكن من الذي أنشأها؟ إنه الله الذي قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.